واحد فيهم. نعم. لأن أنا في ذاك الوقت كان في صعود لحراس جدد مثل شهاب كنكوني كان بارز، أيضا كان حسين كنكوني قادم توه في مرحلة الشباب، ولكن كان موجود ويا شهاب أيضا أحمد الفضلي أخوي. أنا بالطفولة تشجع هذا معي. شوف الطفولة أنا كنت قد ساوي. نعم. أحب لفيحيل، فيحيل يعني نادينا، نادي العائلة، نادي الأهل، نادي الكل يعني، يعني نعتبر نعيش فيه النادي. فبالنسبة لنا أيضا فيحيل كنا يعني النهائي الوحيد، الكاس الوحيد في 86. نعم. أنا كنت مع رابطة لفيحيل أيضا متواجدين في حراس، يعني في كوكبة من الحراس. نعم. في ذاك الوقت أصلا كنت أتقاسم المباريات مع كابتن خالد. إذن صار الانتقال إلى نادي الكويت وكانت البدايات صعبة، خسارة بطولات وكؤوس وأيضا إصابة بالكتف، وكلمني عن ما حصل بعد ذلك. حصل عندي كسر باليد. نعم. وقعدت أعالج، كان في شرط موجود، أنا قلت لك اتفاق كان شفوي. نعم. ولكن موجود في الأرض، كان في اتفاق في تاريخ 15/6 إذا لم يطلب نادي كاظمة استرجاع خالد الفضلي والكويت ما قال أنا ما أبي خالد، يعتبر خالد منتقل لنادي الكويت نظير مقابل كذا كذا. نعم. فبنهاية الموسم قعدت ويا مرزوق الغانم أبو علي، قلت له أبو علي أنا كان ودي أطلع وياكم في بطولة هذا الموسم، وصلنا كل النهايات بس ما وفقنا. نعم. قال لي يكفي اللي سويت إنك قاعد تضرب هالأبر المخدرة عشان تلعب وتمثل الفريق وتحاول، وإحنا شارينك ونبيك تكمل. قلت طيب شنو الإجراء؟ قال لي كان في نهاية الموسم شهر 5، قال ننتظر لتاريخ 15/6 15/7 ما وصلنا الشيء من كاظمة، احنا 16/7 نرسل لهم المبلغ شيك تفضلوا وانت تعتبر منتقل. نعم. عشان لا نفتح الباب خلاص على اتفاقنا الاولي. جميل. وفعلا يعني انتظرنا ل 15/7، انا قعدت اعالج نفسي في هذا الفتره. نعم. هني بالكويت. الكويت وفي لندن. نعم. الحمد لله يعني جهزت نفسي بشكل جيد للموسم اللي بعده. فعلا 15/7 تم التسليم، استلموا الكاظمة المبلغ. كم كان المبلغ مش العقد ذاك الوقت؟ والعقد كان يعني اتفاق جنتلمان بين الناديين، لانه كان في مسودة. كم كان المبلغ كابتن خالد؟ مبلغ يعني كان 20,000، نادي اذكر خذ 14 وانا اخذ 6. عشان شيء اقول لك مش موضوع، مش محرز. نعم. مش مو ماده، انت كنت تبحث عن مو ماده. ابحث عن تحدي جديد. نعم. نعم. اذا وبعد 15/7 شلون كانت لياقتك وجهوزيتك للموسم؟ وهذا في 2004. نعم. 2004 2005 بالوصول. اذكر بدينا الموسم بشكل ممتاز. نعم. اول بطوله اخذناها بطوله كاس المرحوم جاسم الخرافي، استمر ويانا سوء الحظ، نوصل نهائي كاس ولي العهد ونخسر، وكان يعني هذه الدربيات اللي النهائيات ويا القادسيه. بالدوري نفس العمليه، في كاس الامير نفس الشيء، سوء توفيق مو طبيعي معنا، كله ضد نفس الخصم كابتن. اي القادسيه كان هو المسيطر في في ذاك الوقت، والعربي خذ الكاس في الموسم. فما واجهنا سوء توفيق، اخذنا احنا بس كاس الخرافي في بدايه الموسم. صار اجتماع وكلام في نهاية الموسم، وعدنا وعلي مرزوق الغانم، قلنا له الدوري اللي انت تبيه وجماهير الكويت يبونه بنجيب لك الموسم القادم. كان الدوري غايب لسنوات طويلة عن نادي الكويت. نعم. وبعدين مرزوق وعلي مسك النادي برئاسة بال 2002. 2002 ما كانوا فايزين فيه، فازوا فيه في 2000 خالد الغانم. نعم. وقتها لما كان هو رئيس الجهاز وكان نائب رئيس النادي. بس سنتين احنا نتكلم عن رئاسة أبو علي الفريق ودعمه الكبير للفريق، وكنا نطمح لتحقيق لقب الدوري في أول موسم. نعم. وهذا أنا بالنسبة لي أفضل موسم في مشواري الرياضي. نعم. وأقوى دوري لعبته في تاريخ 22 دوري اللي لعبتهم. في شنو اللي مختلف كان فيه؟ أقوى دوري تنافسية، أقوى دوري يعني العربي كان ينافس لغاية المرحلة قبل 4-5 مراحل قبل الدوري. نعم. وقد يكون هو غير مسار الدوري، فاز القادسية في المرحلة قبل الأخيرة. نعم. السالمية ليل مرحلة ثلاث مراحل كان ينافس، كان فايز علينا 1-0، لو فايز علينا هو الثاني مع القادسية ينافسون. نعم. وإحنا عقبهم نصير الثالث. نعم.
دوري 26 مباراة، مباراتنا الأخيرة مع القادسية هذه واحدة من أفضل مبارياتي في التاريخ. الموسم هذا أنا لعبت 26 مباراة، دخل في مرماي 12 هدف، 6 أهداف منهم ضربات جزاء. الموسم خيالي، الموسم اللي سجلت فيه هدف التعادل أمام السالمية، المباراة اللي تكلمت عنها، والنقطة هذه اللي أعطتنا الفارق مع والأريحية في المباراة الأخيرة مع القادسية، دخلنا أمامهم بفرصتين، وهذه أول كسر لقاعدة اللي دائما بفرصتين يخسر، وخسرناها مع القادسية في مناسبات سابقة. نعم. ولكن في هالمناسبة كسرناها وفزنا 2-0، وأنا أقول لك هذه تعتبر واحدة من أفضل مبارياتي في مشواري الكروي، وأفضل بطولة دوري لعبتها في كل مشواري بشكل كامل. فأنا أقدر نقول كسرت النحس عبر هذا الموسم 3 مرات. حققنا الدوري 3 بطولات متتالية. حققنا كأس ولي العهد، حققنا كأس الأمير، حققنا السوبر، حققنا في السنة الثالثة حققنا كأس الاتحاد الآسيوي كأول بطولة قارية في تاريخ الكويت. يعني وتشرفت اني اكون اول كابتن يحمل كاس بطوله قاريه بالنسبه على مستوى الانديه. تعال كلمني عن هذه البطوله القاريه على وجه الخصوص، شنو كانت فيها من احداث؟ ويعني هذه اكيد انها كانت بطوله صعبه، وغيابكم عن البطولات ومن ثم صناعه جيل قوي لنادي الكويت سيطر على كل البطولات. انا في هذه بطوله 2009 انا كان دوري يعني كنت احتياط، كنت راجع من اصابه وعمليه، كنت احتياط في مع الفريق. نعم. كنت لاعب المراحل الأولى المجموعات، بعد ما رجعنا فترة الصيف لما بدينا دور الثمانية ودور الأربعة لغاية النهائي أنا كنت مع الفريق وراجع من الإصابة، فكنت احتياط. كان دوري إداري مع الجهاز الإداري ومساعدتهم اللاعبين، لأن كنا مضغوطين نلعب بطولات متتالية، كنا نلعب مجلس التعاون، نلعب آسيا، وعملية سفر كانت متعبة. كنا نروح نلعب في هونغ كونغ ونرجع نلعب في أربيل في العراق، وردينا لعبنا، وبنحسن يعني حظنا أن النهائي كان من جانبنا بالقرعة، فلعبنا أمام الكرامة اللي كان قبلها بسنة أو سنتين كان يلعب نهائي أبطال آسيا. نعم. كان في أفضل حالاته مستوياته. وحتى قبل مباراة الكرامة واجهتنا يعني لعبنا مع الرفاع الغربي في البحرين وخسرنا، والفريق فنيا ما قدم مستوى، وايضا ذهنيا باقي اسبوع على البطوله. نعم. على النهائي هذا الشيء اثر عليكم نفسيا. نعم. نعم. عندنا ناقص وعندنا يعني حصلت مشاكل اثناء مباراه الرفاع، تجاوزناها، كلفنا في ادوار يعني تجهيزيه واداريه بشكل اكبر مع اللاعبين، وفقنا لله الحمد بان ندش هالمباراه. خلني اقول لك فزنا بالمباراه ذهنيا اكثر وبدنيا اكثر مما هو فنيا، لان فنيا كانت الافضليه بنسبه كبيره لفريق الكرامه، ولكن في مباريات النهائيات في بعض المباريات تحتاج انك انت المباريات تكسب ولا تلعب. نعم. وهذا اللي يعني شنو سر سطوه نادي الكويت في ذلك الوقت كابتن خالد؟ دائما الاحترافيه في العمل. نعم. انت عارف دائما جلب افضل اللاعبين، اعطاء يعني كان في احلال في ذاك الوقت في موضوع اللاعبين الشباب اللي يدشون معانا، جلب أفضل المحترفين، دليلك أن في المحترفين تموا معانا أكثر من سنة، على سبيل المثال ماكينجا استمر معانا 3-4 مواسم، فيما بعد أيضا روجيريو أيضا استمر معانا تقريبا 7-8 مواسم، فبالتالي أسرار النجاح كثيرة، ولكن أهمها الاحترافية في نادي الكويت. مباراتين لما فزنا على قطر وفزنا على البحرين 3-3، وهذا الشيء المستحيل انك تفوز على فريق متصدر منتخب القطري. نعم. والفريق البحرين الفريق اللي كان من اقوى الفرق في اسيا. صحيح. فوز عليهم بنتائج فرق هدفين عشان تضمن التاهل. نعم. فلله الحمد يعني توفقنا وتاهلنا، وبعدها فترات الاعداد يعني لاولمبياد برشلونه كان منتخب مصر هو اللي مسجل. نعم. الجمهور يصرخ له برا برا وهو يأشر لا اني بسجلها، وانت تبي تركز في ركله الجزاء ما انت قادر. وقتها ما كان عندنا مدرب حراس، كان يسخنني الكابتن محمد كرم. نعم. كان مساعد مدرب وهو اللي يسخنني بالكره، فيعني الاجواء كانت شوف كل انواع الاصابات مرت، يمكن يعني الله حفظني فقط بالركبه لاني تاسس صح في تقويه القدمين. نعم. مع 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 الظهر مر علي يعني الديسك في الفقره السابعه اللي فوق يعني اصابه خطره هذه.